تحية أنا مخرج البرنامج محمد الغالي عجان، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون صوفيا الصافي. ودائما مستمعينا ومستمعاتنا مواصلين معكم في هذا الأسبوع في الحديث والتحدث كذلك على فوائد الزبيب وشنو هما الأمراض اللي كيعالجوا، شنو هما الأشياء اللي كذلك ممكن نستعملوها في الزبيب والخضر كذلك والفوائد ديالها. وأكيد معنا دائما دكتور أحمد سلماني. دكتور يتجدد لقاء بك، مرحبا. صباح الخير أختي صوفيا، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، دمتم في صحة وعافية. اليوم حنتكلم عن الزبيب لأنه بدأنا وقلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالزبيب، وتكلمنا عن الزبيب أنه في نوع الزبيب الأسود والزبيب الأصفر أو ما يسمى بالأبيض، هاي التسميات تختلف. هناك في زبيب اللي فيه بذور والزبيب اللي ما فيش بذور. الزبيب الأحسن تكلمت عنه أنه الزبيب هي اللي فيه البذور. الزبيب يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والألياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين بي وفيتامين فيتامين بي وفيتامين دي والسكريات، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة. مواد المضادة للأكسدة له دور كبير في علاج أمراض الجهاز التنفسي وكذلك الجهاز الهضمي. الزبيب إذا قطر على العين قطرة واحدة من منقوع الزبيب في العين ينظف العين من مشاكلها، من مشاكل الميكروبات وكذلك مشاكل الحساسية. عندنا الزبيب اللي عندهم هشاشة العظام، اللي عنده هشاشة العظام لأنه يحتوي على فيتامين دي يوقي من 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 هشاشة العظام ويعالج كذلك هشاشة العظام. وأحسن الناس اللي عندهم هشاشة العظام أنا تكلمت عنها وعاد أتكلم عنها، ياخدوا شمس الغروب، شمس الشروق وشمس الغروب. ياخدوا تمشوا في شمس الغروب وشمس الشروق، ممتازة جدا. بعد هيل في الأوقات الأخرى لا، غير مفيدة. هنا عندنا سمع عند عبد الرحيم يقول دكتور عافاك عندي إمساك مصحوب بالبواسير، واش ينفعني الزبيب وكيفاش ناكله؟ هي صراحة هي اللي هنتكلم عنها الآن. الإمساك والبواسر من أحسن علاج، يعني الأشياء المعالجة لهذه المشاكل هو الزبيب. يعالج الإمساك إذا أخذنا الزبيب، منقوع الزبيب 12 ساعة، نضع الزبيب في كأس ماء نتركه 12 ساعة، بنأخذ ميته على الريق، نأخذه على الريق ونأكل الزبيب يوميا. نأكل الزبيب على تقريبا، لأنه يحتوي على الألياف، يعني موجود فيه الألياف يساعدنا على طلق البطن وعلى تعديل البطن. نضيف إليه البربة، نضيف إذا الزبيب ضفناه إلى البربة بقشرها مع التفاحة بقشرها مع الجزرة بقشرها، هيساعدنا على إعدام الإمساك، ما حيصير عندنا مشكلة الإمساك أبدا. وحتى البواسر إذا هو بيصير، لأن الإمساك هو يسبب البواسر، إذا يعالج لنا البواسر إذا أخذ الزبيب مطحون ووضع كلبخة على البواسر، على البواسر يساعدنا في النقطة علاجهم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الزبيب يساعد على علاج تسوس الأسنان. الأطفال اللي عندهم مشكلة التسوس الأسنان يمضغوا الزبيب لأنه يقتل، كما قلت، لأنه هو يحارب الميكروبات ويحارب الفيروسات ويحارب التسوس، هو نوع من الفيروس يدمر السن. إذا نحاول أنه نعطي للأطفال يمضغوا الزبيب عوض أنه حنشتري لهم أشياء تضرهم، يعني من المواد الحافظة ومن المواد المعلبة. يا سيدي روح اشتري لأبنائك الزبيب والتمر واللوز والجوز.